سنة السين ما عرفتونيش عرفتونيش انا ما عرفتنيش كيجيكم الشعر حيت اليوم لي زيكستونسيون جات عند عبد الصمد الصديق ديالي غادي ندير واحد اللوك جديد انتظروا قول لي شنو في نظركم بعدا لي زيكستونسيون ما غردهمش غير كونوا هانيين شعري حتى صراحه طوال ولات لاكوب كيف ما بغيتها انا دونك غادي ندير غير واحد شي حاجه جديده نيو لوك. سلام الزين ويا اختي جيت للصالون عرفتي شنو لقيتهم كيستعملوا لقيتهم كيستعملوا لي برودوي اللي كنت بارطاجيت معكم ديال هالم فوالا غسلوا لي شعري ب شامبو ديال البروتين حيت انا كنت ديجا دايره البروتين عندهم هنايا عند عبد الصمد هذا شامبو هالم بوتوكس بروتين راه كنت بارطاجيته معكم راه كاين عندهم هنا البنات اللي بغاو راه غتلقاو عنده هنا في الصالون وريني الماسك والماسك حتى هو ها هو هيلين بوتوكس كابيلر غادي هو اللي غادي يدير لي دابا الشعر باش ينقص لي من الكولا ديال 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 لي زيكستونسيون حتى غنصبغ شعري فوالا المهم لقيتهم كيستعملوا لي برودوي ديال هيلين غنخلي لكم لاباج الا بغيتو تكومونديوهم سينو راه كاينين عند لي بارفيمري وكاينين حتى هنا عند الصالون هادو سو سون دي ماسك شامبو بور لي شوفو لي دايرين بروتين sans sulfate, sans paraben, sans silicone. سلام الزين هذا بلا حيدنا البابيه من الشعر حتى انا باقا كنتسنى النتيجه بحالي بحالكم باش تعرفوا الو هضر سناو النتيجه صافي قوي الصار دابا غادي نديرو غانطاج الشعر باش نشوفو اللوك فينال اهم حاجه هو انه شعري ما تضررش بعدا من مورا ما ديكافيت شعري شعري باقي كما هو هذه الحاجه اللي كنخاف منها فاش كنصبغ شعري ولكن الحمد لله حنا في هذا السي عبد الصمد شريف شريف علاوي خلى لي شعري بعدا كيف ما كان المهم نتسناو عاوتاني حتى انا باقا كنتسنى سلام الزين غادي نمشيو دابا نديرو نايت روتين يا كنغسل وجهنا ونمشيو نجمعو حوايجي ديال ستاج غدا ان شاء الله غادي نبدا ستاج دعيو معايا ان شاء الله الله يسر نجمع حوايجي نجمعهم في الصاك ديالي باش غدا نوض غادي نوض باش نقلا مع السبعة غير هنهز الصاك وغادي نمشي دونك ما غاديش نبدا نقلب على كل حاجه بوحديتها نمشيو نغسلو دابا وجهنا حتى وجهي عيا اليوم الصراحه ليتس جو عندي ماكياج فمي وعينيا ونرجع بالنسبه للفيديو ديال الكونتوني جديد كنت غادي لونسي لكم اليوم ولكن راكم شفتوا اليوم كنت في الصالون وداكشي حيت الشعر المهم راكم شفتوني اليوم ما ساليتش دونك غدا ان شاء الله بحول الله الا بقينا في الحياه غادي نصور لكم على فكره باغا نبدل موزيل الماكياج خليو لي احسن موزيل الماكياج كنت عملته انا كنستعمل هذا ديال سادا باك ديال اليغونس وعندي واحد اخر ديال فانسي كيعجبوني انا اللي فيه الزيت وفيه دي ماكياج ما كينشفوش ليا وجهي دابا غادي نغسل وجهنا باحسن واحلى صابونه النيله ديال قلبي ديرماتولوجي اللي كتبيض الوجه وكتفتحو البنات اللي وجههم تحرق بالبحر ها هي الحل قلبي ديرماتولوجي وكتنقص لينا من لي بوين نوغ ولي بوين بلون حتى كتمتص لينا الزيت تاع البشره دابا غادي نفركو بحال هكا نضرب لي حبيبات ديال البيريود دونك خاصني نبدا ندير دابا صابونه ديال حليب حمار دابا الزين كنديرو يوني سكين باش نحيدو شوفوا هاد الحبيبه هادي نعطيوها اسبوع عاد تلقاوها تحيدات هي السيكاتريس ديالها ما غتبقاش نهائيا بفضل الصابونه ويونيسكين يونيسكين كيحيد لنا الحبوب ولي السيكاتريس ديالو تقبطلا كيف كنقولوا تقبط ضربت لصقت صافي بحال هكا غادي نخليوه حتى كينشف بخاطرو كانت لابو ديالك سنسيبل خليه غير ساعه وغسلي وجهك كان لابو ديالك عادي انا كنخليه حتى الصباح وكنغسلو دابا غادي نوجد الصاك ديالي اللي غندي معايا تومورو للستاج يلا كنت كنقول ماما بغيت ناخذ دوك لي بواط تاع اللانش بوكس باش نبداو ناكلو عاوتاني هيلثي فود ونرجعو لاصالي ان شاء الله بحول الله وصافي اول شيء الطابليه لا بلوز هذه هي اللبسه ديالي غادي نرش فيها سبراي هذه ديال فيكتوريا سيكريت باش نطلقو فيها رائحه جميله ضروري كندي معايا معقم يعني مرا كل اكت خاصنا نعقمو يدينا ونغسلوه هذا باش نغطيو الشعر وهذا الكاغو ديال بريليفمون وهذا الباج ديالي
ضروري حتى هو. وصافي هادشي اللي كاين. تصبحوا على خير. ادعيو معايا. سلام زين. انا يلا جيت دابا من ستاج، لقيت وصلني هاد الكولي هذا من امانه. هادو صابوات كنت خديتهم من واحد الباج على قبل ستاج، على قبل نيت، على قبل لوبيتال، ولقيتهم في واحد الباج صراحه عجبوني بزاف. كنت شفتهم شحال هادي في شي ان، ولكن راكم شفتو دابا حبسوا شي ان، دونك خديتهم من واحد لاباج وغادي نحلهم دابا معاكم ونشوفوا هادشي كيفاش داير. انا الصراحه خديت دوك ولا تقريبا في نفس الشكل حيت عجبوني بزاف. و جاهم كلهم نشوفو. فوالا كيفاش زوينين. عرفتي شحال هادي وانا مشهيه ناخذهم، وهنايا كيجيو عاليين يعني ما غاديش يضركم في رجليكم، حيت انا صراحه ما كنقدرش نبقى واقفه بزاف، ودوك لي صابو العاديين كيضروني بزاف في رجليا، دونك داكشي علاش كناخذ هاد العالي. المهم ها هما، هذا اللون الاول، وخديت واحد اللون اخر توازني. انا لبستو دابا ضربت به دويره مريح وكيتبوم با. وبالنسبه للكولاف الثاني اللي خديت هو هذا، هاد البلو، هاد الشيء بي هادو فيه هنا الغوز مين كيشي بحال حلوين. صافي هادشي اللي كنقول ليا كيفاش جاوكم. صراحه شحال هادي وانا باغي ناخذهم وعجبوني مريحين. وهنايا من التحت كاين في هادي، وكاين عاد كاين هنايا، وهاد الفوق هذا رطب. بون انا غادي نمشي نخرج، عندي صراحه بزاف ما يدار، يلا بارتون هضره فيديو اخر يعني. المهم دابا غادي نوجد معكم راسي، غادي نمشي باش ندفع الوراق ديالي ديال البيرمي باش ندوز ليكزامان ان شاء الله في الفان دو موا. غادي نمشي نتصور التصاور ديال البيرمي، وغادي نمشي نقرا شي شويه حيت ما بقيتش كنمشي مني سافرت. دونك دابا غادي ندير ليكرون، غادي ندير انفيزيبل، هذه ديال كالبي ديرماتولوجي 50 بلس ديال الاس بي اف و اكليرسيسونت او ميم طون. هي راه درتها في الصباح قبل ما نمشي، حتى درتها بكري مع ديك السبعة، دونك دابا غادي خصني نعاودها عاوتاني. وكاينه الصراحه الشمس، وبغيت فاش نسالي نمشي ندير بيديكور لرجلي، حتى مع الصابو كيتكرفصوا ليا رجلي بزاف. غندير بيديكور صافي، غادي نلبس، غادي نبقى نلبس تقاشر، غنبقى نايد غاد رجليا ولبس تقاشر باش نحافظ عليهم. اما انا بقيت كنلبس نيشان زعما ما كنديرش تقاشرات، وكنلبس صابو رجليا كياكلوا ليا العصا بزاف بزاف. رديت شعري لورتين سالي، غادي ندير هاد لونتي ستيرن هادي يلاه خديته ديال كاتريس، صراحه جربته زوين زوين بزاف، كاتبين هنايا واتر بروف وكيبقى مده 12 ساعه، صراحه جربته وزوين. اما واش واتر بروف ولا لا ما تيستيتوش، مي بالنسبه لا تيكستور ديالو عجبتني بزاف. فوالا لا ريفيرونس ديالو، لا ريفيرونس ديالو 10. ندير غير شي شويه وهاد نرقوا هاد الحبيبات هادو هنايا، نرقعوا شويه باش ما نبانوش زعما صفرين في التصويره. كما عارفين التصاور ديال البيرمي كيفاش كيكون، انا ندير فيكساتور في البيوتي بلندر عاد نبلاندي لونتي ساخ. دابا كنصايب حجباني شويه، انا دابا ساليت الغوج اليفغ اللي كنحمق عليه ديال مايبيلين لا ريفيرونس 125. سو يا دابا غادي نمشيو، اول حاجه نصبقوا المصور هو الاول نتصوروا، و عاد باش غادي نرجع للدار ونمشي للبيرمي، وخاصني نقلب على دونتيست. دابا انا كنقلب على دونتيست في ستات، وما عرفت شي واحد في ستات اللي شي دونتيست يكون زوين، حتى باغا نعاود لي باغ وباغا نشونجي الفيل وداك التخربيق، وما عرفتش دونتيست زوين في ستات. انا ما عمرني ما صايبت عند شي دونتيست في ستات، كنت صايبت عند وحده بلوطو لي باك الاولين، ولكن تحولات ولات في كازا، ودابا كنقلب على دونتيست. اللي كتعرف شي دونتيست دوز عندي الانستغرام تقولوا لي.
جينا زعما مقدم قلت لك بيني وبني اختي الشهاده قال لك وجهي ابيض حسن قصد طوشتي قال بيش كدير كنبان كاع يا اختي مزيانه قلت ليه زعما ممكن تحقق لك امبوسيبل شنو تجي ديرها سير التاويش دابا نربطو لك الصبلاصتها ونديرو المعطر